أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في ملعب صغير جدا تتألق النجوم يتساءل الجميع عنه. من هو بيليه أو أديسون دي سانتوس؟ من هو إيزيبيو أو فيريرا؟ من هو بوشكش أو ألمونس؟ أسماء كبيرة، ولكن لنأخذ الأمور أولا بأول. بيليه اشتق اسمه من كلمة بيلي، وتعني في البرازيل الكرة الصغيرة، كرة الحائط. هذا الشاب الأسمر الذي بدأ حياته ماسعا للأحذية تعلق بطريقة كبيرة، ولعب في كأس العالم لأول مرة في عام 1958 بالسويد. كان هذان ذاك في 18 من عمره، وكان بيليه محظوظا لأنه لعب مع منتخب البرازيل في وجود عمالقة على رأسهم البرازيلي فافا، لاعب بديع. وتمكن بيليه البالغ من العمر 18 سنة أن يحرز أول هدف في مرمى ويلز، وانتهت المباراة بفوز منتخب البرازيل بعدد وافي من الأهداف. صورة بيليه وأدائه الرائع جعل البرازيليون يرقصون الشوارع. كان التلفاز في ذلك الوقت ينقل بطريقة متقطعة وبطرق بديهية جدا، واستمر بيليه يلعب مع منتخب البرازيل. هذا اللاعب اليافع الصغير والحجم القليل يتألق حتى المباراة النهائية على منتخب السويد وفاز، وعرف العالم لاعب اسمه بيليه. في عام 1962 لم يتمكن بيليه لإصابته مع فريق سانتوس، فريقه اللي يلعب له في البرازيل. وفي 66 كأس العالم 1966 هناك من تعمدوا إصابة بيليه، فخرج في مباراة البرتغال مصابا ولم يلعب. لما خرج بيليه خرجت البرازيل من كأس العالم. ولكن في كأس العالم 1970 بالمكسيك قدم بيليه رواية، ولا يمكن نسيان عروض بيليه، خاصة في المباراة النهائية التي فاز فيها على منتخب إيطاليا 4-1، وسجل الهدف الأول بضربة رأس. وربما يكون بيليه هو الذي منع إنجلترا، وكان ذاك يقود المدافع بوبي مور، والذي كان يسمى بالولد الذهبي. فقام بيليه بمراغته، فقيل وقع الولد الذهبي فخسر إنجلترا. 74 رفض بيليه أن يلعب مرة ثانية وأعطى صورة رائعة. لاعب آخر لابد أذكره في مقام بيليه، إيزيبيو أو فيريرا. إيزيبيو برتغالي ولكن ليس برتغاليا، من موزمبيق، من أفريقيا، أخذ الجنسية ولعب. ولكن سأذكر شيئا يوضح لنا أهمية هذا اللعب. في كأس العالم 1966 كانت مباراة كوريا الشمالية التي تألقت في الدور الأول وأبعدت إيطاليا بمفاجأة كبيرة بعد انفرد بهذا الوزر، تقابلت مع البرتغال. وفي مباراة البرتغال مع كوريا الشمالية تمكن خط هجوم كوريا الشمالية من إحراز 3-0 في أول نصف ساعة. تحرك إيزيبيو سجل 4 أهداف ومرر الهدف الخامس لتفوز البرتغال 5 أهداف في أول تدارك أو ريمونتادا على مستوى كبير وكأس العالم. هذا كل شيء عن بيليه وإيزيبيو، ونترك بوشكش لمرة أخرى. أحييكم وإلى اللقاء.